عدد كبير جدا من المواقع كانت بتتكلم عن البطاطس، هل في عجز شديد في محصول البطاطس؟ في بعض المواقع قالت كده. هل أسعار البطاطس ارتفعت؟ في بعض الأخبار اللي ترددت بخصوص هذا الموضوع، وإنه بقالها فترة بيزيد ارتفاعها. إيه موضوع البطاطس بالظبط؟ في الحقيقة إنه الوزارة، وزارة الزراعة، نفت كل الأنباء دي وقالت إنه ما فيش عجز ولا في ارتفاع في الأسعار. إحنا معنا على التليفون الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. دكتور محمد، برحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. هل احنا عندنا محصول كفاية من البطاطس؟ الحقيقة احنا عندنا البطاطس بتشهد هذا العام ارتفاع في حجم الانتاج. احنا عملنا طفرة كبيرة في انتاج البطاطس هذا. ارتفاع في حجم الانتاج؟ بالضبط. احنا عندنا الحقيقة احنا الفترة اللي احنا فيها دي فترة المفروض انها بتبقى بداية او نهاية اللي موجود في مخزون الثلاجات، علشان عندنا الموسم الجديد بيبدأ طرح البطاطس من شهر 10، دي بداية العروة النيلي تبقى مطروح. احنا عندنا السنة دي الحمد لله كان عندنا مساحة في الأراضي المزارعة بالبطاطس كان فيها زيادة، عندنا متوسط الانتاج لكل فدان الحمد لله هذا العام كان فيه زيادة بشكل كبير جدا. احنا كنا بننتج يعني كان متوسط العام عندنا في البطاطس كنا بنتكلم في حوالي 12 طن الفدان. طب ده يعني أهم قاعدة في الاقتصاد، إن لما يبقى عندنا الوفرة ما يبقاش عندنا السعر العالي. إيه سبب السعر العالي؟ عندنا السعر العالي ولا حاجه، احنا لو قارنا هذا العام بالاعوام السابقه لا الحقيقه احنا مفيش اسعار عاليه ولا حاجه، بس احنا عندنا طبعا لازم عارفين ان احنا البطاطس بتزرع في عروات. ايوه. فما ينفعش نقارن سعر في نهايه عروه بسعر السوق في بدايه عروه. احنا عندنا شهر 9 ده اللي احنا داخلين عليه او نهايه شهر 8 احنا كده بننهي المخزون بتاع الثلاجات، لان احنا عندنا بيبقى عندنا فيه عروه بتطلع في شهر 6 بتتخزن في الثلاجات، او في ناس بتبدا تخزنها عشان يتم تداولها خلال الفتره دي، لان في عندنا عروه ثانيه بتطلع في شهر 10 ودي بتبقى اسمها العروه النيلي، ودي ان شاء الله انتاجها موجود. احنا عندنا رغم ان احنا في نهايه الموسم ولكن الانتاج بتاع البطاطس متوفر الحقيقه في كل الاسواق. بس حضرتك بتتكلم على الاسعار ما بين التجار، السعر اللي بيوصل للمستهلك دلوقتي في شكاوى بانه بيرتفع. الحقيقه ما اعتقدش ان في ارتفاعات ملحوظه في اسعار البطاطس، لان هذه الفتره من السنه برجع اكد لحضرتك احنا في فتره نهايه موسم المخزون اللي موجود، يعني احنا خلاص مستنيين الموسم الجديد يطلع، فدي فتره نهايه الموسم، ورغم ذلك احنا الاسعار ما حصلش ارتفاعات. يعني السنه اللي فاتت كان في ارتفاعات ملحوظه، احنا بنحط لنفسنا او بنخلق بنفسنا ان احنا بالاشاعات دي او بهذا الكلام يبقى في ازمه، وبتبقى الازمه ازمه يعني مفتعله شايف بالظبط، او مش حقيقي. التجار كمان وبعض التجار كمان يبدا ياخدوا من هذا الكلام ويبدا يمارسوا بعض مفهوم. عمليات اللي طيب. ممكن تكون بتستغل للمواطن. انا برجو حضرتك دكتور محمد، لانه بينضم لنا دلوقتي نائب رئيس شعبه تجار الفاكهه والخضروات الاستاذ حاتم نجيب، برحب بوجودك معانا. اهلا وسهلا استاذ شريف. استاذ حاتم، مفيش ازمه، احنا عندنا وفره في المنتج، ومفيش ما يؤدي او اللي يسبب ازمه حقيقيه ولا ارتفاع في الاسعار. اخي العزيز، نحب نوضح ان احنا ما عندناش ازمه في انتاج ولا في اسعار. احنا اعلنا منذ اكثر من 10 ايام ان احنا عندنا سعر البطاطس والطماطم والبصل فيهم شهدوا 3 اشهر سابقين يعني اتزان حقيقي داخل الاسواق، وعندنا ثبات في الاسعار وليس ارتفاع في الاسعار. ثبات في الاسعار. ثبات في الاسعار بقالنا اكثر مما يزيد عن 3 اشهر، اما بالنسبه للقادم احنا عندنا زياده في الانتاج. ده على مستوى الجمله والتجزئه؟ على مستوى الجمله، ما هو الجمله ينعكس على التجزئه، التجزئه بتاخد من الجمله وبيضيف هوامش ربح طبعا على حسب اليات العرض والطلب. ونرجو ان احنا برضه نقول ان فعلا في بعض الاشاعات دي هي برضه بتبقى رساله لبعض الناس اللي هي يعني متاسف يعني بتستغل المنتفعين لهذه الاشاعات وتروج انه يعلي يعني. لكن احنا عندنا يا فندم، انا باكد لحضرتك والساده المشاهدين اللي بيشوفوك وبيسمعونا الان، ان ما فيش عندنا زيادات. كويس. يعني حتى احنا قلنا ده منذ 10 ايام ليه؟ لان احنا طبعا مخزون البطاطس اللي تفضل اخي العزيز يتكلم، احنا فعلا ده اللي موجود داخل الثلاجات. طيب. لكن احنا عندنا زياده في الانتاجيه 15 طن السنه اللي فاتت، السنه دي الفدان جايب ما يزيد عن ال 20 زي بالظبط اللي كان بيقوله فعلا دكتور محمد القرش. استاذ حاتم النجيب، انا بشكرك شكرا جزيلا طبعا، نائب رئيس شعبه تجار الفاكهه والخضروات. دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه، حبينا بس ان احنا يبقى عندنا معانا الوزاره ومعانا يعني الحلقه الثانيه في مساله التداول والتجاره.
والكلام متطابق فعلا، نتمنى فعلا انه يظهر الحكايه بتبقى على مستوى نفسي اكتر منها حقيقي او واقعي.